أمضى زهير حطب أكثر من 3 عقود في التعليم في مختلف مراحله، ولا سيما الجامعي، حيث درس مقررات في علم الاجتماع والتنمية المحلية. على أماكن عبادي حولوها من علاقة إنسان بخالقه بربه إلى علاقة الإنسان بالشيخ اللي عم بيحكي. نحن كنا عم نحكي عن انفتاح، رجعونا حتى المتقدمين عم بيعيشوا بتقوقع وانقلاب.